هذا أسرة أي وماتت أمهم. أحو سلام. اليوم المؤشر عندك على الموت. أي والله. المهم سبحان الله حزنوا عليها حزن ما يعلم به إلا الله. البنات حزنوا على أمهم والأخوان أخوات الميتة هذه. راحوا المستشفى وأخبرهم المستشفى أنها ميتة ودخلها في الثلاجة وقالوا بكرة تجون تستلمونها عشان تغسلونها ويصلونها. الله يغفر لها. جاء اليوم الثاني المستشفى قالوا نبغى أمنا عشان نغسلها ونصلي عليها. قالوا والله قد طلعناها للجامع الفلاني خلاص بيغسلونها انتم لحقوها هناك. والله طلعوا جاءوا للجامع الفلاني سألوا عن الجنازة قالوا هذه. دخل البنات وأخوات الميتة وعماتهم وقاموا يبكون على ذي الحرمة واللي يتحضنها واللي يحب حب رجليها أمهم هي. أمهم أي الله واللي يحب راسها واللي واحدة من بناتها انطرحت عليها ضامتها ومنطرحت عليها. المهم خلاص بيشلونها الآن هي ملفوفة في لفة حقت لفة يعني مبدئية قبل أنهم يغسلونها بيجون مغسلات ذلك. والمهم يوم جاء المغسلات وفتحوا له شايب ولحيته حمراء يصيحون البنات لا إله استغفر الله. البنت اللي من سدحة عليه لا حول تقولوا علي غسل ويتروا ارتاعوا وينزلون من حاشين مع الباب ويلقونهم الناس ايش فيهم قالوا نبكي طول يومنا على واحد طلع شايب لحيته حمراء لا حول ويسألون سبحان الله أثر قد جوا المستشفى ناس وسألوا عنه قالوا قد طلع وطلعت جنازتهم مع أسر أسر الدراق عود راحوا بدلوا وجابوا جنازة اللي في الرجال والدوانة فقولها من المواقف ورجعوا صحوا عليهم ما زاد يضحكوا كل ما تلفت انقلب ذاك العزا ضحك كل ما تلفت لهم تذكرون شايب هذا الشايب لهاجر والله اللي أخر منهم الحزن أبو هادي والله البداية عندك كانت مختلفة القفلة عندك والله حلوة والله أني سمعت القصة مني تأثرت يوم جاب الأخير يقولون ذولاك وحن يوم نسلم على أمنا نتصدد من بعض يتذكرون كلمة ذيك يوم قامت تصيح وعلي غسل الله يحفظك يا أبو هادي.